السلام عليكم، يعطيك العافية. معكم الأستاذ مفر جبعته من مركز رؤية الجديدة في مدينة المنشية، منشية بني حسن. أنا مدرس لغة إنجليزية، طبعاً صار لي فترة بدرس في اللغة الإنجليزية، ممكن صار خبرة 20 سنة في هذا المجال. المركز الرؤية ما صار له فترة، يعني تم افتتاحه ممكن تقريباً شيء 4 شهور 5 شهور، لكن ما شاء الله فيه عليه حركة بسبب الطريق أو الطرق اللي احنا بنستخدمها في تدريس مادة اللغة الإنجليزية. الفترة هذه عم ندرس اللي هي مادة اللغة الإنجليزية، أساسيات اللغة الإنجليزية بتتعرف، خصوصا للطلاب اللي هم المرحلة الأساسية الصف التاسع والصف العاشر. بالنسبة لهم الآن مادة اللغة الإنجليزية مهمة جدا، لأنهم السنة الجاية راح يترفعوا على صف أول ثانوي، وراح يكون في منهاج جديد لسه ما بيعرفوا عنه أي خبرة أو أي شيء، بحاجة إلى أن نثبت المعلومات عندهم، خصوصا المرحلة المعلومات الأساسية. يعني مثلا على سبيل المثال نعطيهم كيف كتابة المقال، كيف كتابة الفقرة، كيف نعلمهم أساسيات اللغة الإنجليزية من أفعال verbs to be، verbs to have، التنسز، القواعد اللغة الإنجليزية بشكل عام. نعلمهم أيضا اللي هي عن استخراج الإجابات من النصوص، يعني كيف نعلمهم كيف استراتيجيات أننا لما يكون في عندنا نص كيف نقدر نفهم الأسئلة، طريقة الأسئلة على النصوص، بالإضافة كيف نقدر نبحث عن الإجابات في النصوص. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة السيدة أسماء العثام. من بداية نسعد مساكي. الله يسعدك حبيبتي، أهلا وسهلا، شرفتونا كلك. بداية وحضرتك مديرة مركز الرؤية الجديدة وبالتحديد في محافظة المفرق، وأغنى من أن تعرفي تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبضة بسيطة عن حالك. الله يحييك. أسماء توفيق عثامنا، مدرسة لغة إنجليزية من ملاك وزارة التربية والتعليم، بخبرة طويلة جدا، بدأت من عام 96. فعليا أنا بنوب عن زوجي لفترة مؤقتة بوجودي داخل المركز. مركزنا فكرة من سنوات كانت المين بوينتس أو الخطوط العريضة عندنا، أنه بدنا نعمل شيء جديد، صرخة علمية جديدة أو لمسة لطيفة جديدة، بمحاور جديدة، بأسلوب جديد، بتكنيك جديد، بفكر جديد، بعرض حلو و غريب نوعا ما. واجمالا يعني ان شاء الله بدينا وان شاء الله ربنا معنا ان شاء الله. كل التوفيق. تحكي لنا اكثر بالاصل شو الهدف من مركز الرؤيه الجديده؟ والله الهدف من مركز الرؤيه الجديده انه احنا زوجي خدم فتره طويله جدا خارج الاردن، والتكنيكس والسياسه المتبعه خارجا بالتعليم مختلفه نوعا ما عن الأسلوب الروتيني اللي موجود حاليا، مع احترامنا للجميع. فإحنا يعني من خلال الدورات اللي أخذناها أو تلقيناها أو تدربنا عليها برا الأردن، شفنا إنه في أشياء أبسط بكثير من ممكن توصل للطالب المعلومة وتفيد الطالب بشكل أكبر. فكان الهدف إنه يعني إن شاء الله علم ينتفع به. نعم. إن شاء الله يعني. تعرفينا أكثر عن مركز الرؤية الجديدة، شو الخدمات والدورات التدريبية المقدمة عندكم بالمركز؟ مركزنا بيبدأ باستقطاب الطلاب أو استقبال الطلاب من الفئات العمرية من 4 سنوات وقد نصل إلى أعمار متقدمة نوعا ما. بنوفر جميع الدورات اللي ممكن الطلاب أو المجتمع المحلي أو الحياة اليومية يكون الشخص بحاجتها. في عندنا من نعرض دورات تأسيسية لمعظم المواد، بنعمل ريميدي بلانز اللي هي دورات علاجية لمعظم المواد تقريبا، دورات تأسيسية، أبحاث، ممكن ترجمة، أي شيء بيحتاجه المجتمع المحلي لطلاب العلم يعني بأي مجال كان منوفر مباشرة إن شاء الله. نعم. تعرفينا أكثر عن الكادر اللي بتميز في مركز الرؤية الجديدة؟ والله كادرنا إن شاء الله أنه تميز بشيء يخصه، قد لا يكون بجانب الأكاديمي، هذا جانب طويل جدا وبحر لكل شخص فيهم أو لكل مدرب عندنا داخل المركز، فهم يعني سنغوص في بحر عميق بخبراتهم بعطائهم بغير. الجانب الإنساني عندهم العالي جدا، الأمانة بالأداء، الإخلاص، الإنسانية بالتعامل مع الطالب كما لو أنه الطالب صدقا
ابنه ويتقدم لامتحان وينتظر منه أعلى النتائج. فهم ما شاء الله تميزوا جميعا بدماثة الخلق والتعامل الطيب والرقي. يعني أنت ما بتيجي تشوفي تعاملنا مع بعض داخل المركز، إحنا ما فيش عندنا حدود إدارية أو علاقات جامدة، فإحنا عائلة واحدة وكل واحد ما شاء الله يتميز عن الآخر بسمو كل شيء ما شاء الله. نعم، بس برأيك شو سر تميزكم ونجاحكم عن غيركم؟ والله شوفي احنا الحمد لله يعني استميحكم عذرا للجميع، يعني قد تكون جملة لا تليق او لا تقبل عند البعض، او لا سمح الله قد تحدث صدى بمعنى اخر غير اللي اقصده، يعني والله من وراء القصد. احنا الكادر عندنا جميعا يراعي وقت الطالب، مصلحة الطالب، تفوق الطالب، السرعة بتقبل المعلومة، والجانب الأهم أنه إحنا عندنا الفترات الزمنية المعروضة لدوراتنا محصورة بزمن مدروس، بحيث أنه إحنا حاطين بين عيوننا أنه ولي الأمر كمان على كاهل عبء مالي عالي، فكل الدورات المطروحة عندنا مطروحة بفترات زمنية معينة نخفف على ولي الأمر العبء المالي بالدفع للطالب. بالنسبة للمواد المطروحة مطروحة بطريقة جدا مودرنايزد، يعني وحديثة جدا، عندنا شاشة عرض إلكترونية، في عندنا بروجيكتورز، بحيث نوفر على المعلم الجهد وعلى الطالب الوقت، وحتى انه يستمتع بشيء له علاقة بحياته اليومية، لانه احنا كثير متعقين طلابنا بالميديا وبالأجهزة الإلكترونية، فكلها مدروسة بطريقة حلوة. وأهم شيء إحنا بنركز على نقطة إنه إحنا بندرب الطالب على إنه يوصل لسرعة الإنجاز بحل المسائل أو بحفظ المادة المطلوبة منه. نعم، بس الأصل شو ريتكم المستقبل المركز؟ أنتوا شو حابين تعملوا قدام؟ يعني إن شاء الله نسعى أن نكون أكاديمية، خصوصا بمجال اللغة الإنجليزية، لأنه زوجي فعليا مالك المركز، هو تخصصه اللغة الإنجليزية وله باع طويل في إدارة مؤسسات تعليمية كبيرة خارج الأردن، وتخصصي أنا أصلا إنجليزي. فنسعى ونطمح إلى أن إحنا نعمل نكسر حاجز الخوف، حاجز الشبح هذا اللي اسمه لغة إنجليزية عند المجتمع بشكل عام. فنطمح نأمل من الله سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق، إنه يكون الخطوة القادمة إن شاء الله تكون شغلة إلها خصوصية يعني باللغة الإنجليزية. نعم، كل التوفيق. تحكي لنا أكثر عن أبرز المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتكم بهذا المجال. يعني إنه للآن المجتمع مش حاس، قد يكون يعني إنه مش واصلته فكرة إنه إحنا المواد عنا أو الدورات المطروحة مدروسة. يعني إحنا برنامج مشروعنا ما إجا من مجرد ما إجا ببالنا فكرة، إحنا على طول جهزنا المركز وفتحنا وهيك، لا إحنا المركز كان مدروس جدا، كان بناء على استشارات من ناس لهم اختصاص بهيك مواضيع، فعارفين شو بنشتغل. فالمجتمع الآن يعني مش متقبل فكرة والله دورة خاصة بتجهيز طالب لامتحان الثانوية العامة قد يكون بفترة 5 شهور مثلا لمادة اللغة الإنجليزية، هل يعقل إنه فصلين ب5 شهور؟ متعودين المجتمع على الإطالة، إنه يعني قد يكون بالبال إنه مجرد مكان، يعني فكرة إنه الإطالة بدراسة المادة مثلا تجني تحصيل أعلى، وإحنا بنحاول نوصل هاي الفكرة إنه إحنا قاعدين نقدم شريحة جديدة للمجتمع، أسماء غير مكررة على مستوى منطقتنا اللي إحنا فيها حاليا بمشيئة بني حسن. أسماء المركز جميعها مع احترامنا الشديد للجميع ولأخواننا وكل من هو حولنا ويعمل بنفس المجال، أسماءنا جديدة على المجتمع، لكنهم هم أصحاب أسماء كبيرة جدا وقامات علمية مشهود إلها. فإحنا حاولنا قدر الإمكان نتعامل مع الكادر اللي يفهم علينا إحنا شو بدنا، فهاي هي قد تكون عقبة وليست ببادئ الأمر يعني كانت بسيطة نوعا ما، بس الأمور ولله الحمد الآن طيبة. في أمور إن المجتمع ما هو متقبل فكرة إنه ابنك ضعيف، أعطينا إياه
بدنا اياه هيك بس شهرين، بدنا نعمل الخطة علاجية. فأيام يعني المجتمع ما بتقبل فكرة انه والله انا ابني عنده ضعف، يعني دائما يعني هاي تلحق او تعزى للتقصير بجانب المعلمين، بس لا هي قدرات سبحان الله. واحنا اشتغلنا على هاي النقطه خلال بدايه افتتاحنا، عملنا ريميدي بلانز، خطط علاجيه لثلاث مواد، اللغه العربيه واللغه الانجليزيه والرياضيات، وتبارك الرحمن كانت بالبليسمنت تيست بالامتحان المستوى اللي عملنا لهم اياه بالثلاث مواد كانت مستوى الطلاب من 15 يعني ل 20 اقصاها. فلما أنهوا الدورة بامتحانات دورية، كنا بعد كل فترة نعمل له امتحان دوري، وصلوا طلابنا ما شاء الله نسبة التحسن ل 95%، وكرمناهم من المركز طبعا بشيء تذكاري كونه أنجزنا معهم شيء جميل. فهي قد تكون عقبة إن المجتمع مش قابل إن أنا والله ابني ضعيف، يعني إنه خد حل لي مشكلته. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلالة، ماذا استقبلنا؟ صاحب الجلالة دام عزك يا وطن وأبو حسين، أنا ولائي عالي جدا، هاشمي عالي جدا، وطني عالي جدا، يعني ما بعرف سبيتشلس، يعني بجوز ساعتها الكلام يكون وليد لحظته، لكن هاي لحظة تاريخية بالنسبة لي يعني، وأأمل وأطمح وإن شاء الله يا ريت، والله شيء عظيم يعني. نعم، بس أكيد حتى ترك بصمة بحياة السيدة أسماء وأعطاها الدافع لحتى توصل لهاي المرحلة. فأنت ليه بتحب توجهي رسالة شكر على برنامجنا؟ والله اللي له أثر كبير بحياتي جدا وحتى بمسار عمري كامل والدي رحمه الله، حتى كلامه للآن لا زال بحديثي يومي وبمعظم حديثي، نصائحه كلامه كان حكم. وكان والدي الله يرحمه إذا بده يوصل لنا مسج معينة كان يحكي لنا قصة وإحنا نفهم العبرة منها. الحمد لله الله يرحمه ويعفي عنه. الحمد لله أنا يعني دائما أقول إني أنا أجني استجابة دعوات والدي إلي بحياته. طبعا في كثير ناس والحمد لله رب العالمين، يعني إن شاء الله إنا على أبواب التوفيق بإذن الله. بإذن الله. كل التوفيق. تحكي لنا أنت يمكن لسال المشاهدين التواصل مع مركز الرؤية الجديدة، تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. موقعنا بوسط البلد مشية بني حسن، قبل الدوار بشوي، في مارك معينة اللي هي أقدم بجوز دكانة بالمشية اللي هي فوق دكانة علي الفايز. طرق التواصل عن طريق لنا حساب على الفيسبوك، الصفحة للمركز، وعلى عن طريق أرقام المركز. نعم، بداية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيدة أسماء العكامنية على حسن ضيافتها لنا. على أملي أن نلقاكم بحلقة جديدة. أهلا وسهلا فيك وشرفتم، الله يحييكم. أهلا وسهلا، إن الشرف والله. أهلا وسهلا.